سلام بنات، لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ المهم كتشوفوا دابا هاد الشعر، هاد التشعكوكه ديال الشعر. دابا شعري بحال هكا حيت جيت من البحر، كما كتشوفوا راني مبرونزيان، تبرونزيت شي شديت اللون. المهم ان شاء الله اليوم جيت ومشط شعري وبينت لكم شعري ناتشورال وكذا، ورا شعري ما كيكونش بحال هكا، كيكون بوكلي غير هي مشطاتو ويتشعكك. ايوا صافي، اليوم جيت نبين لكم على واحد المنشطه اللي دايره البوز في الانستغرام وكلشي كيعرفها وكذا وكذا وكذا، سميتها وان كير ياك، هي هادي. ومهم راه فيها الفغو، فيها ليميتاسيون. انا هادشي اللي كنعرف بان الفغي كما قالت لي ماميكي، قلت لي هنا كتكون حديد ياكي، هنا حديد شنو اخر؟ حديد. وهنايا هنايا البريز ديالها كيكون كيدور هكا، هادي لا فغي، هنا كيكون اون ميتال، وهادي كدور بحال هكا. هادي اللي كتكون كاين فرق ما بيناتهم، راه كيبيعوهم بنفس الثمن، ولكن لا فغي هي هادي اللي كتكون عندها ميطال وهذا ديالها كيدور. ياك اليوم جيت باش نايسييه في بروميير فيديو، نشوف لي سياج ديالها كيفاش تجي. المهم انا ديجا مصايبه بها، ولكن ما كنعرفش نصايبها انا، وهي اللي غادي تصايب ليا. وان شاء الله غادي تعجبكم. نشوفو كي غادي. حنا ما ديش لها الاشهار، حنا بغينا نشاركوا معكم هاد شعري. هاد اكسبيريونس. ايوا تسناونا ودابا غادي نصايبو بهادي.